مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده هنعرض لكم بدايه حمله اختار حياتك. اختار حياتك هي حمله اطلقتها الوزيره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي ضد المخدرات. والحمله اطلقت صباح اليوم بمشاركه عدد من الفنانين. مجموعه من الاعلانات هتبتدوا تشوفوها بيقوم بتمثيلها محمد رمضان. ولا الحقيقه بحييه جدا الفنان محمد رمضان على ان هو اختار هذه الحمله وعلى انه وافق ان هو يشارك في هذه الحمله. هذه حمله مهمه جدا للشباب. محمد رمضان نموذج لشباب كثر. والحقيقه انه بجد محمد رمضان هنا بيختار طريق جديد للشباب. كيف تقف امام المخدرات؟ ازاي المخدرات ممكن تبوظ حياتك؟ الحمله دي حمله مهمه جدا. هنسمع من غاده والي تفاصيل هذه الحمله. مصر من الدول اللي فيها معدلات عاليه جدا لاستخدام او لادمان المخدرات. المعدلات العاديه لو بنتكلم في 5%، احنا معدلاتنا بنتكلم في 10%. في تركز في استخدام المخدرات او تناول المخدرات ما بين السواقين وخريجي المعاهد الفنيه والتعليم الفني. كيف نواجه ذلك؟ الحقيقه انه هذه الحمله حمله مهمه جدا تقوم بها وزاره التضامن الاجتماعي. هتكون معنا الوزيره غاده والي تكلمنا عن هذه الحمله، وهنشوف الاعلانات اللي انا اظن انها اعلانات فعلا مهمه من افضل ما قدم من بابليك سيرفيس ادز او يعني اعلانات لها علاقه بالخدمه الحكومية والخدمة العامة هي إعلانات المخدرات. أتمنى بقى أنه على نفس المنوال يكون عندنا إعلانات على السياسة السكانية وعلى تنظيم الأسرة، لأنه بدون هذه السياسة الحقيقة احنا مش هنعرف أن احنا نستكمل طريق التنمية. بشكر محمد رمضان تاني الحقيقة على ما قدمه في هذا الإعلان وسلسلة الإعلانات اللي هم مقدمينها. وكمان هنسمع أغنية هشام عباس أيضا ضد المخدرات، وبحيي أيضا هشام عباس على هذه الأغنية. الفن رسالة. أنت ممكن تفضل تعمل أدوار تجيب لك فلوس، وممكن تختار أنك تعمل أغنية لها هدف زي هشام ما بيعمل، أو إعلان له هدف زي ما محمد رمضان بيعمل. بشكرهم الاثنين هشام عباس ومحمد رمضان على ما يقدمونه في هذا الشأن. لكن عندنا أخبار كتيرة، ونبدأ بما أعلنته لجنة تقصي الحقائق اليوم من رد بعد 14 يوم فقط على التقرير الذي أصدره المركزي للمحاسبات. أنا مصر تعاني من تكلفة فساد تصل إلى 600 مليار جنيه. الأول قالوا في سنة، ثم بعد كده بقت في 3 سنين. والحقيقة أن أنا يجب أن أذكر أنني هنا في هذا البرنامج اعترضت على هذا الرقم في سنة وفي 3 سنين، وقلت أنه لا يمكن لدولة يعني دخلها القومي وإيرادها يتجاوز بقليل 600 مليار جنيه أن يكون تكلفة الفساد فيها 600 مليار جنيه. يعني ما فيش أي عاقل، أي واحد بيعمل حسابات 1 2 3 4 يقدر يحسب هذه الحسبة. بعدها أصدر المركزي للمحاسبات قال لك لا، الفساد ده على 3 سنين، يعني كل سنة عندك 200 مليار فساد. عموما خلونا نبدأ نشوف هذا التقرير اللي ردت فيه لجنة مكونة من عدد من المسؤولين بوزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية أيضا السيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقبل ما ابتدي نتكلم في التقرير ونحلله بقى اقتصاديا شوية، خليني أقول لكم إن التقرير لهجته حادة، والحقيقة إنه باين قوي في اللهجة الحادة للتقرير إنه في انزعاج من هذا الرقم. ليه في انزعاج من هذا الرقم؟ لأن الرقم ده، الأرقام في مصر يجب أن نتعلم ألا تلقى جزافا، وإن أي رقم يجب أن يكون وراه مسوغاته ومبرراته وبراهينه. ولا يمكن إن إحنا نرمي رقم كده ونتحمل بقى نتائجه. يعني احنا لما بنرمي رقم 600 مليار جنيه، اما ان يكون الجهاز واثقا ثقة لا يشبه شائبة ان هذا هو الرقم الحقيقي لتكلفة الفساد، او ان هو
يدرس الأمر بشكل أكثر دقة. ليه؟ لأن أنا عندي مستثمر ينظر إلي من الخارج، عندي موقع مصر من معدل الشفافية، عندي موقع مصر من دوين بيزنس وسهولة وتيسير الأعمال، وأنا بقول أن مصر فيها فساد وكلنا عارفين أن مصر فيها فساد، لكن لا يمكن تضخيم الأمور بشكل يؤدي إلى حجب الاستثمارات، ولا يمكن تهوين الأمور بشكل حد أن ما فيش فساد. لا يا جماعة، في فساد، لكن أولا يجب أن نعرف ما هو الفساد، ثانيا يجب أن احنا نفهم هو تعريف الفساد ده الفساد اللي في إيه. في تعريف دولي للفساد طبقا للأمم المتحدة، وفي تعريف آخر هو أن الفساد هو إعاقة المستثمر عن القيام بأعماله، مش بس استغلال المسؤول لسلطته، لا، هو إعاقة المستثمر عن القيام بالعمل، وإن هو من أول خطوة لآخر خطوة لازم يدفع فلوس. ده الفساد الحقيقي، وده الفساد اللي كنت أتمنى من الجهاز المركزي للمحاسبات إن هو يدرسه، مش بس فكرة الفساد الفلوس اللي رايح على الدولة، لا، الفساد هو إنه أنا كرجل أعمال، أنا كمستثمر، أنا كرجل صناعة عايز أوسع مصنعي ومش عارف، عايز أدخل كهرباء بضطر أدفع رشوة، عايز أخد ترخيص مش عارف أبطل أدفع رشوة، هو ده الفساد. واحد عايز يفتح كشك مش عارف وبيضطر يدفع رشوة للمحليات. الفساد هو إن أنا بعلي أدوار غير مطابقة للمواصفات فتنهار المباني زي ما حصل في الشرقية نتيجة فساد المحليات، هو ده الفساد. ده الفساد. الفساد اللي حصل في الصرف الصحي في اسكندرية إن الفلوس أهدرت. ده الفساد اللي كنت أتمنى من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يدرسه بدلا من تضخيم أرقام كما طبعا جاء في هذا التقرير، ونشوف ما جاء في هذا التقرير. طبعا أنا هعرض لكم التقرير وحلل الأرقام اللي موجودة فيه، وهذا على عهدة هذا التقرير، لأنه في النهاية التقرير الحقيقي أن لغته حادة، كنت أتمنى ألا يكون في التقرير يعني توصيف، يعني كنت أتمنى أن يكون التقرير مجموعة من المعلومات المجردة بلا توصيف، لكن واضح أنه المجموعة التي قامت على هذا التقرير كانت منزعجة جدا من رقم 600 مليار جنيه، وكانت تشعر أنها يجب أن تعلن على العالم أنه هذا الرقم غير حقيقي طبقا أيضا لهذا التقرير. واحنا طبعا هنشوف بعد قليل رد المركزي للمحاسبات، لان اظن ان المستشار هشام جنينة لابد ان يعلن رأيه الشخصي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات. هذه الردود تستلزم من المستشار هشام جنينة قدامه سكتين، اما ان يثبت بالبراهين عدم دقة ما جاء في تقرير الرئاسة او تقرير لطلب الرئيس تقصي الحقائق به، أو أن يقدم استقالته. هو ما قدموش خل من الاثنين، إما أن يتقدم باستقالته لأنه قدم تقريرا به أخطاء، أو أن يبرهن للرأي العام، وللرأي العام عفوا للرأي العام المتخصص، أن يبرهن للماليين ويبرهن لرجال المال والاقتصاد، لأنه معلش يا جماعة مش كل الناس بتفهم في القصة دي، فأرجو أن يبرهن للناس الفاهمين في هذه الأمور من أين جاءت هذه الأرقام. وخلونا نشوف أولا، يعني مثلا هو من الحاجات اللي هو حسبها بالأرقام في هذا التقرير، مثلا 174 مليار جنيه تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة. طيب 174 مليار جنيه ثبت يعني بالقانون وبالبراهين أنه تمت إزالة كل هذه التعديات بالكامل عام 2015. هل هنا بقى تحسب ال 174 مليار جنيه فساد؟ طبعا التعدي على أموال الدولة وعلى أراضي الدولة فساد، لكن عندما تزال هذه التعديات هل هذا فساد؟ هل يتحسب الرقم كله ولا بيتحسب جزء منه، ولا بنشوف ايه اللي ضاع من اموال الدولة في هذا الامر؟ ده موضوع ديبيتبل، ده موضوع نقدر نتناقش فيه. موضوع تاني مثلا احنا مثلا هو حاسب في بيتكلم على اموال الاوقاف، بيتكلم على الاموال التي اهدرت في اراضي الاوقاف، لكن هو حسب أراضي الأوقاف منذ عشرينيات هذا القرن،
يعني احنا بنتكلم هنا، هو كان بيتكلم على انه بيحسب الفساد من 2012 ل 2015، فجأة رجع بالارقام الى عشرينيات القرن، ان هناك اهدار في اراضي الاوقاف منذ 1920. وده كمان كلام مش منطقي، ان لو انت حددت من 2012 ل 2015 فلنلتزم بالفترة الزمنية، لو انت عايز تحسب من 1920 ل 2016 انا ما عنديش مانع، بس تكون الحسبة عاملة كده. مفيش حاجة اسمها شيء بلا توقيتات وبلا ارقام وبلا مواقيت. ارجو بس ان احنا، وانا أثق في الجهاز المركزي للمحاسبات وأثق في قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات إنه في تدقيق وفي علم وفي وفي ناس تفهم مالية وفي ناس تفهم محاسبة، مفيش حد يعمل حاجات كده بلا تدقيق. طيب، من برضو الحاجات اللي هي محتاجة، أو ده البيان اللي هو ده تقرير تقصي الحقائق، برضو أنا يعني لا أدافع عن هذا التقرير، أنا فقط أحلل ما يأتي ما أتى فيه من معلومات. بيتكلم مثلا على إنه البنزين 90، ودي حاجات يمكن مش موجودة في هذا التقرير، بيتكلم مثلا على الفرق بين بنزين 80 وبنزين 90، وبيقول لك إنه في هذا التقرير بنزين 80 أرخص كتير جدا من بنزين 90، وبالتالي هناك اتجاه كبير لبنزين 80 مما يهدر أموال كبيرة على الدولة. يعني معلش، الدعم بقى وفكرة محدود الدخل وفكرة ان انا مش هقدر اعلي السعر ومش هقدر اعلي كتير الاموال بتاعت بنزين 80، واقدر ارفع بنزين 90 لانه لاكتر القادرين، اساسا بنزين 90 اتلغى، فبنتكلم حتى في بنزين 92. برضو ده موضوع غريب جدا. مثلا ذكر ان اموال التأمينات، ان استثمار اموال التأمينات في اذون الخزانة هذا امر يهدر اموال التأمينات، وحط رقم كده من الارقام ان هذا اهدار لاموال التأمينات. انا اسفة جدا وبعتذر، اي حد بيفهم مالية يفهم ان اذون الخزانة ريسك فري، يعني اذون الخزانه دي الحاجه اللي احنا بنقعد نتخانق مع البنوك ان ارجوكوا حطوا فلوسكوا في الاستثمارات، بلاش اذون الخزانه، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتجيب لك عائد وانت قاعد مستريح في بيتكوا. فلما فلوس التامينات تستثمر في اذون الخزانه، ده اكثر وعاء ادخاري امن مثلا. فلما يقول لك ان ده اهدار للمال العام، انا اسفه، ده يعني انا اسفه، الشخص ده محتاج شويه بس يذاكر شويه كام باب من الماليه كده بس، او يعني من يعني شويه بس. يعني انا لما بقرا الحاجات دي، ودي الحقيقه حاجات مش موجوده في التقرير، دي معلومات اخرى انا قراتها. نيجي مثلا ان هو قال انه هناك اهدار للمال العام نتيجه ان كان في متاخرات على الدوله في للشركات الاجنبيه بسبب التأخر طبعا الشركات الأجنبية اللي بتنقب عن النفط، وبالتالي اضطرينا في سداد المديونيات ان احنا نسدد هذه المديونيات بفايدة. طب انا اسفة، احنا ما كناش نقدر، يعني معلش حضرتك، للأسف انه من 2011 لدينا أزمة اقتصادية طاحنة جعلت مصر والدولة المصرية لا تستطيع أن تسدد مديونيتها لهذه الشركات، وما أن استطعنا أن نسدد هذه المديونيات، جزء منها كان بفايدة صحيح، لكن هذه أزمة طاحنة تعرضنا لها. إهدار للمال العام إزاي؟ كيف يمكن أن نفسر هذا على أنه فساد؟ فين جزء الفساد اللي فيه؟ ده بالعكس، أنا سعيدة إن إحنا سددنا المديونيات دي لشركات البترول، لأن هذه بدون سداد هذه المديونيات بفايدة بقى ولا من غير فايدة؟ والله دي لو كانت بفايدة كام؟ لولا هذا السداد من المديونيات ما كانتش شركة إني قدرت إنها تستثمر وتقدر إنها تطلع الغاز اللي في الحقل اللي نتوقع له كثيرا، ونتوقع منه مستقبل باهر لمصر. يعني حقيقي في بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام نرجو من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يرد عليها. أيضا
جينا مثلا على هيئة المجتمعات العمرانية، وضع على هيئة المجتمعات العمرانية قرابة 800 مليار جنيه من الفساد، 800 مليون جنيه من الفساد. ال 800 مليار دي، لا 800 مليار، 800 دول عاملهم ازاي؟ عاملهم في مضاعفات للأرقام، في 136 في 136 في 100، يعني في أرقام محتاجة أن يتم تدقيقها. أظن أنها 800 مليون مش 800 مليار، أرقام يجب تدقيقها. إحنا بنتكلم في هنا 134 مليار جنيه لعدم التزام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها سنة 79 وتخصيص 5 كيلومتر وكذا وكذا. الحقيقة أنه يعني المواضيع محتاجة تدقيق علمي وفني غير موجود في المعلومات اللي قدامنا. طبعا احنا مش قدامنا التقرير بأكمله، خلونا نكون واضحين، احنا مش قدامنا التقرير بأكمله، لكن هذا ما أخرجته لجنة تقصي الحقائق من هذا التقرير، ان في مضاعفة للأرقام، وفي أرقام تمت مضاعفتها 3 مرات، منها هيئة المجتمعات العمرانية، يعني هذا الرقم 134 مليار ده اتضاعف كذا مرة عشان يعمل لنا 800 مليار. كمان احنا بنتكلم على موضوع البنزين والبترول، موضوع التكلفة بتاعت أو الفوائد اللي على مستحقاتنا من للشركات النفطية، كل دي حاجات محتاجة إجابات. وأظن أنه المركزي للمحاسبات عليه أن يتقدم بإجابة وافية. والحقيقة أن احنا اتصلنا بالمركزي للمحاسبات، مستشار هشام جنينة رفض أنه هو يعلق، ولكن أصدروا بيان وقالوا أنه هو سيكون هناك رد وافي على كل هذه الملاحظات. ما نقوله هنا الحقيقة أن احنا محتاجين مجموعة من الأمور. 1، هناك فساد في مصر. 2، لابد من تعريف ما هو الفساد في مصر. 3، احنا محتاجين نعرف تكلفة الفساد في مصر. واظن ان تكلفة الفساد في مصر ليست في ولا بند من البنود اللي اتقالت دي. تكلفة الفساد في مصر هي تكلفة اعاقة الاعمال، هي التكلفة التي يدفعها المستثمر او المواطن العادي كي يقوم بعمل، من اول ما بيطلع رخصة ولازم يدفع عشان يخلص نفسه، مرورا بان هو عايز يفتح مصنع. هذه هي تكلفة الفساد الحقيقية. هنا محتاجين ندرس تكلفة الفساد الحقيقية وازاي نقدر نقاومها، هو ده المهم. القضية مش بس كبار رجال الأعمال، ومش بس كبار المستفيدين، ومش بس كبار المسؤولين اللي ممكن يستفيدوا من مناصبهم. التكلفة الحقيقية للفساد هي تكلفة إعاقة الاستثمار، إعاقة الاستثمار وإعاقة التشغيل وإعاقة ضخ الأموال في هذا البلد. هذا التقرير أرسلته اللجنة إلى مجلس النواب لدراسته. والحقيقة أنه أيضا في التقرير ده جملة أنا وقفت قدامها كتير، أنه وصل هذه اللجنة مجموعة من، طبعا هما بيتكلموا على دراسات غير مدققة، وأنا قلت لكم اللهجة حادة جدا في هذا التقرير، لكن بيتكلموا على أن وصلتهم من الجهاز المركزي للمحاسبات عدد كبير من الشكاوى حول عدم الدقة وعدم الشفافية. أنا أتمنى أنه حد من الجهاز المركزي للمحاسبات يرد. يعني إيه؟ تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. يعني إيه؟ يعني في موظفين داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بيقولوا أن هناك غياب للعدالة وعدم الشفافية؟ مرة أخرى، كامل احترامنا للجهاز المركزي للمحاسبات، نظن أن الجهاز عليه أن يدافع عن تقريره. إذا لم يتمكن أظن على المستشار هشام جنينة أن يقدم استقالته. القضية هنا قضية سياسية في المقام الأول، لا يمكن أن نلقي التهم جزافا. ومرة أخرى ما بقولش أن ما فيش فساد في مصر، بقول أن في فساد وينخر في عظام هذه الدولة المصرية، ولكن إلقاء التهم بأرقام ضخمة بهذا الشكل تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى تدقيق، وتحتاج إلى براهين، وبراهين علمية وليس
مجرد براهين بالكلام. آخر حاجة، أنا منزعجة من ذكر الأسماء. يعني هذا التقرير ذكر ثلاث أسماء، ذكر اسم المستشار الزند، ذكر اسم وزير العدل السابق، ذكر من سبق أعتقد مستشار عدل عبد الحميد، وذكر اسم الدكتور مصطفى مدبولي. الثلاث أسامي دي أظن أن عليها أن تتقدم بردود على ما ورد في هذا التقرير. قيل أن قال التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي مازال مكتبه الخاص مفتوح، وإحنا هنحاول نتصل بيه عشان نسأله من كان ذلك صحيحا أو لا. لو كان هذا صحيحا أيضا عليه أن يقدم استقالته، لأن ده conflict of interest وإحنا متفقين على ده، هناك تعارض مصالح في هذا الأمر وهنحاول نتصل بيه. هناك أيضا كلام عن المستشار الزند وكلام عن الوزير العدل السابق. الحقيقة أنه موضوع المستشار الزند كمان في مشكلة، أنه هناك خلاف بين المستشار جنينة والمستشار الزند، وكنت أنأى بالمستشار جنينة أنه هو يدخل هذا الخلاف في تقرير يتحدث فيه عن الفساد. لو كان لديه مشكلات هم بينهم قضايا، ولكن أن يدخل أو يعني يدرج اسم وزير العدل في تقرير عام عن الفساد في مصر، ووزير العدل الأسبق لمخالفة بناء في التقرير العام عن, 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 عن تكلفة الفساد في مصر، أنا بعتقد أن هذه شخصنة لا داعي لها. ولكن أنا أطالب الدكتور مصطفى مدبولي أن يرد على ما جاء في هذا التقرير. هل مكتبه الخاص بالفعل ما زال يعمل؟ خلونا نسمع، نبتدي اتصالاتنا الهاتفية. مين معنا؟ مين يا جماعة؟ معلش ما سمعتش. دكتور وائل عويضة، استشاري الإدارة الاستراتيجية وعضو طبعا لجنة تقصي الحقائق. دكتور وائل مساء الخير يا فندم. أخير يا أستاذ، أهلا بيك. يعني ما أعرفش إذا كنت سمعت تحليلي ولا لأ، بس يعني أرجو أن أنت تقول لنا بعض التفاصيل عن هذا التقرير. طيب، أولا متشكر لحضرتك. أنا سمعت حضرتك، حضرتك تقريبا قلتي أكثر من 70% من الكلام اللي المفروض يتقال. أنا هستنى بقى 30% من 100 منك يا دكتور. حاضر، بس لو حضرتك تديني دقايق اتفضل محددة، أحب بس إن احنا نوضحها علشان الموضوع يتاخد بإيجابية مش بسلبية. واحد، أن من عليه تقديم الإيضاحات ليست الحكومة المصرية وليست جهات الدولة، بل بالعكس هو الجهاز المركزي زي ما سيادتك تفضلتي وأشرت. لأن أنا ما ينفعش أن أنا أدي اتهام في نزاهة وخفض شرف وأمانة جهاز إداري كامل في الدولة بدون أدلة. إحنا اتعلمنا من أساتذتنا الأجلاء أن الباقيين على من ادعى. فما ينفعش إن أنا أتهم حد وإن المتهم ده هو يدافع عن نفسه، لا ده أنا قبل ما أتهمه يبقى معايا دلائل اتهامه. ده سؤال. السؤال الأخطر، لو أنا طلعت حضرتك أو أي حد تاني أو سيادتك أو أي مواطن طلع بهذا التصريح كان يبقى مقبول. وأنا بتكلم هنا بقى كمواطن مصري. نعم. بصفة مهنية. ليه؟ لأن أنا حضرتك ولا شغلتي ولا القانون والدستور بيديني حق ان انا اوجه اتهامات. اما ان ياتي هذا التصريح من قمه اكبر جهاز رقابي بامر الدستور والقانون للرقابه على اداء الحكومه الاداري والمالي، لا هنا بقى يبقى في سؤال ضخم. لان انا حاجه من الاثنين، يا اما انا عندي ادله دامغه فاتوجه بها الى النائب العام، لأن الدستور والقانون بيقول لي كده. نعم. يا إما بقى أنا مقصر في شغلتي. لكن إن أنا أطلع تصريح على العموم للفساد المالي وبعدين أقول ده فساد مالي 2015. طيب فساد مالي 2015 أساتذتنا برضو، مصر الحمد لله دولة محترمة وشعب محترم وحكومة محترمة وجهاز مركزي محترم وإعلام محترم، شاء من شاء وأبى من أبى. أشكرك. شاء من شاء وأبى من أبى. وهذا الشعب أيا كان صفته من رأس الدولة إلى أصغر عسكري وهو أعظم واحد في الشعب المصري واقف دلوقتي على حدودنا في عز البرد، يستحق كثير من الاحترام. كثير من الاحترام، لأن كلنا مصريين. الجهاز المركزي مصري يا فندم. والحكومة المصرية مصريين يا فندم. طيب سيادتك مصريه والرئيس بتاعنا مصري
والناس اللي ماشيه في الشارع دول مصريين، اللي يطول حاجه منهم يبقى طالنا كلنا. يعني انا هفرح ان يبقى فيه اشرح لي بقى مثلاً. يعني بصراحه دكتور، يعني وحضرتك يعني متخصص طبعا في الاداره العامه، يعني ايه اللي ازعجك في هذا التقرير؟ اللي ازعجني ثلاث حاجات. اتفضل. ان في حاجه يا فندم اسمها المصلحه العامه. يعني ايه المصلحه العامه؟ انا وارد ان انا يبقى عندي وقائع فساد اداري او مالي، ولا اعوذ بالله. اصل الفساد المالي دي يا استاذه الانيس كلمه خطيره. انا بتهم ناس بحاجه في شرفهم وامانتهم، هذا اتهام خطير، ده ما يتاخدش كده. انا لو اتهم واحد ان هو عنده سوء اداره، واحد عنده سوء تقدير، ماشي. لكن كلمه فساد مالي دي معناها ولا اعوذ بالله يعني حاجه داخله في الشرف والامانه. من يقبل ان شرفه وامانته ونزاهته تهدد بهذا؟ لا بس خلينا اكثر دقه يا دكتور. يعني احنا شفنا البيان المختصر اللي انتوا طلعتوه، لكن انا محتاجه يعني ايه اكثر رقم ازعجك وحسيت ان هناك مبالغه في هذا التقرير؟ عشان ما بالغش يا استاذه لميس، الارقام كلها. الارقام كلها يعني هفندها لك. الارقام كلها هفندها لك في ثلاث نقط وحضرتك تحكمي. يعني انا هسيب الحكم لحضرتك عشان ما نبقاش عندنا جانب التحيز. لما حضرتك يبقى في مديونيه لقطاع البترول مع الشريك الاجنبي، وكلنا نعلم ان الشركاء الاجانب في هذا القطاع الحيوي قدروا ظروف مصر الاقتصاديه والفتره اللي كلنا لا تخفى علينا في الثلاث الاربع سنين. نعم. طيب ينفع ان انا اخد الفلوس دي المديونيه دي واقول ده فساد مالي؟ يعني ينفع ان حضرتك تبقي مديناني بمبلغ وانا بالتراضي اقول لحضرتك اجلي دفع المبلغ، يجي حد ثالث يقول استاذ نميس حاشا لله الكلمه اللي اتقالت؟ ينفع؟ ادي رقم. على فكره الرقم ده فوق 160 مليار. اكرر 160 مليار. طب معلش يا دكتور هخليك معايا دقائق، انا هاخد على الهاتف ايضا دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان. دكتور مساء الخير. اهلا مساء الخير استاذ. يعني الحقيقه ان هذا التقرير ذكر اسم حضرتك بان لك مكتبا خاصا وانك المكتب ده لسه مفتوح، وتساءل التقرير ما اذا كان قد اغلقت مكتبك ام لا، ما حقيقه هذا يا دكتور؟ انا اولا طبعا ما اعرفش فحوى التقرير، يعني انا حبيت ان انا ادخل هذه المداخله عشان ارد على موضوع ان اذا كان ليا مكتب خاص ولا لا حضرتك. انا انما ما اعرف اذا كان ده فعلا ورد في التقرير ام لا، لكن خليني اقول لحضرتك انا لم يكن لي في حياتي مكتب خاص. انا يمكن حضرتك قبل الوزاره انا كنت لمده اربع سنوات رئيس مجلس اداره هيئه التخطيط العمراني في الدوله، وطبعا كرئيس جهه حكوميه غير مسموح لي فيه اصلا بالعمل الخاص. وبعديها اشتغلت في كمدير لبرنامج الامم المتحده، وايضا الامم المتحده بتحظر ان يكون ليك اي شغل خاص. فانا لم يكن لي في حياتي ابدا على الاطلاق مكتب خاص عشان افتحه او اقفله يعني. بشكرك جدا. انا حبيت ارد على الجزئيه دي بغض النظر اذا كانت موجوده في التقرير. يعني انا دي معلومه وردت لي من هذا التقرير، هناك ثلاثه اسماء. يعني عشان اوضح طبعا. طبعا طبعا. المواطنين وحضرتك. بشكرك جدا دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان على هذا الرد الذي أكد أنه لم يكن له وليس له أي مكتب خاص كما قال التقرير أو كما ورد لنا المعلومات. خلي بالكم معظم المعلومات اللي أنا بقولها دلوقتي مش هي اللي اتنشرت يعني، ولكن معلومات وردت إلي من بعض المصادر. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور علاء. حضرتك بتسالني على الانزعاج في الموضوع في نقطتين او ثلاثه محددين. واحد حضرتك الاتهام العام. الاتهام العام ده تقيل قوي، خاصه اذا قارناه بالرقم. الرقم الحقيقه مش مرعب، انا اسف مش قصدي التهكم، لان كل الاحترام لكل مواطنين مصر ايا كانت صفاتهم، كل الاحترام للشعب المحترم اللي كلنا بننتمي له. الحقيقه الرقم مضحك مش مزعج، الرقم مضحك. لان اساتذتنا في الاقتصاد وفي التجاره وفي كليات التجاره واساتذتنا في الاستثمار ومصر مليانه باساتذه اجلاء هنقعد طول عمرنا نتعلم منهم، ان ما ينفعش ان يبقى 40% من
الميزانيه الموازنه بتاعت الدوله او الناتج الاجمالي القومي اللي داخل على تريليون و100 او تريليون و300، 40% منه فساد مالي. ان صح هذا الرقم انهار الاقتصاد وانهارت الدوله. فالحقيقه هو مش رقم مزعج، هو رقم مضحك. طيب انتوا كان معاكم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ماذا قال لكم؟ لا بص يا فندم، هو احنا استعين بينا كل واحد في حته معينه للتدقيق في معلومه او ابداء راي في الاداره او فيما يتعلق بالاقتصاد او الاستثمار، ولكن يسال كل شخص عن ما قاله وما تعرض ليه. بس انا عايز اتعرض لنقطه برضه سببت ازعاج شديد جدا. النقطة حضرتك ان طيب في حاجة اسمها المصلحة العامة. يعني أنا كشخصية عامة وعلى جهاز رقابي خطير القانون والدستور الدولة في ظهره ويتعلق بأداء الإدارة، في حاجة اسمها المصلحة العامة. طب أنا عندي إن صح، لأن الحقيقة اللي شفناه غير صحيح. الله أعلم في حاجة ثانية صحيحة، لكن اللي اتشاف مش صحيح. طيب عندي وقائع بتشير ان في والعياذ بالله ادله ممكن تنتقل الى مستوى ان احنا نخش بقى في القانون ونحول الموضوع على النيابه. اطلع التصريح قبل ما احول على النيابه ولا بعد ما ولا بعد ما احول على النيابه؟ فكره الشوشره يعني، فكره الشوشره. طب تفسيرك ايه؟ على المصلحه العامه. في حاجه اسمها المصلحه العامه. طب تفسيرك ايه يا دكتور؟ تفسيرك ايه؟ ما هو تقديري ده بقى يا فندم، يعني هقول لحضرتك تقديري كمواطن مصري ان احنا الحقيقه ما ينفعش وللمره العاشره ما ينفعش ان المصريين ايا كانت انتماءاتهم ولا شغلهم يتهموا في نزاهتهم. من يريد ان يتهم اي مصري في نزاهته وامانته عليه التوجه الى النائب العام لدرء التهمه او لاثبات التهمه، والمجتمع والدولة طبقا لدولة المؤسسات والقانون تاخد القصاص. عشان كده انا شايف الموضوع فيه ايجابية شديدة جدا. ان حضرتك لما رأس الدولة المصرية تستجيب وبسرعة في 14 يوم يزيدوا ايام او ينقصوا ايام، ده بيديني ثلاث حاجات ايجابية يا استاذ رامي. واحد، ولا عهد التصريحات من غير مساءلة. احنا عانينا سنين طويلة وانا وحضرتك والناس كلها، التصريحات بتطلع وانا عارف مصدر التصريح ايه ومحدش بيرد عليها، ومحدش بيرد علينا ولا بالكذب ولا بالتكذيب ولا بالايجاب. بشكرك دكتور وائل عويضة، استشاري الإدارة الاستراتيجية وعضو لجنة تقصي الحقائق. معايا ايضا دكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق. دكتور كبيش، قانونا طبعا الرئيس المركزي للمحاسبات وبالدستور لا يمكن عزله. دكتور. ايوه يا فندم، هو لا يمكن عزله، لكن ليس هناك ما يمنع. انا في وجهه نظري يعني اعتباره ده مجلس النواب له الحق في ان يطرح الثقه في الحكومه، يطرح الثقه في رئيس الوزراء. فليس هناك ما يمنع اذا يعني تبين عدم وجود ثقه في سياسة العمل التي يباشرها أي مسؤول أيا كان أن يطرح الثقة أو تطرح الثقة فيه. طبيعة الحال إذا كان هناك اتهام بجريمة في مسألة أخرى يترتب عليها الإقالة. لكن اللي أنا عايز أقوله يا أستاذ لميس بخصوص هذا الموضوع علشان نكون واضحين، والله لا يستحي من الحق. نعم. لنا شاهدون اعتبارا من ثورة 25 يناير إطلاق التصريحات العامة والتعميم خصوص مسألة الفساد بالذات فاقت الوصف، غير منضبطة. وعلى فكرة حينما تطلق هذه الشائعة وهذه العبارات من رجال سياسة أو من مواطنين عاديين أو من العامة، هذا أمر يمكن أن نتسامح فيه، ولكن برضو حتى لا أقصر الأمر على السيد المستشار هشام جنينة أو على الجهاز المركزي للمحاسبات، أقول والكثير قد يزعل مني إنه جميع الأجهزة الرقابية في مصر بلا استثناء عملت تقارير ضخمت فيه الأمور. صح. وليس وده اللي حصل، والقضاء نفسه النزيه في النهاية أثبت
أن كثيرا من التقارير والتي أعدتها لجان المخابرات، عفوا لجان الخبراء والجهات الرقابية بلا استثناء عملت تقارير، وكثير من هذه التقارير لا يمس أو لا يمت للحقيقة بصلة، وترتب عليها إيذاء الأشخاص، الإساءة إلى سمعة مصر ووضعها الاقتصادي على المستوى العالمي. ده بدءا على فكرة بدون يعني تحيز، ده بدءا من مبارك عنده 70 مليار دولار مرورا بكل حاجة. سمعتي عن الثلاثة تريليون، سمعتي عن فلان اللي خد 60 مليار، فلان اللي خد مش عارف 200 مليار، فلان اللي خد كذا، وتقارير مكتوبة. أنا عايز أقول لك وأنا محامي أنني رأيت في كثير من التقارير تزويرا، تزوير مقصود، تزوير مقصود. لماذا؟ لمصلحة من؟ ودي كل الجهات، ولذلك أنا عايز إعادة النظر كل الجهات التي تباشر رقابة أو تباشر أعمال من هذا القبيل في مواجهة الفساد. للأسف الشديد، هل هؤلاء يعملون لمصلحة الدولة ولا كل يريد أن يبرز شطارته؟ هذه مسألة تغطي، لازم إعادة النظر. وقد بدأ السيد الرئيس عبد السيسي قد بدأ في ذلك بداية صحيحة، لأنه يبدأ في مناقشة هذا الأمر بطريقة صحيحة وبطريقة علمية. لكن هذا لا ينهي الأمور، الأمور يا فندم لا زالت مستمرة، لا زالت مستمرة. وأنا بذلك بأؤثر وأنا بتكلم بصراحة، وأنا أعرف أن هذا القول يعني يغضب الكثيرين في كل المواقع، لا زال كل يريد أن يثبت شطارته فيظهر أو يدعي أن ثمة فساد وأنه ضبط فسادا. صح وبعبارات عامة احنا بيجي لنا كمية ناس يقول لك أنا معايا مستندات فساد، أنا معايا مستندات فساد. لما يقولها أفراد عاديين ماشي يا أستاذة لمين، لكن لما تطلع من جهات رقابية مسؤولة الدولة لا. طيب هنا معلش، هنا عندما يأتي ذلك على لسان الجهاز المركزي للمحاسبات، هنا في رأي حضرتك كيف يكون التصرف؟ أولا هذا التقدير سيذهب إلى المجلس الشعب؟ لا، يعني ممكن مجلس الشعب يتخذ موقفا من الجهاز ومن رئيس الجهاز بطبيعة الحال، لأنه ده عمل قد يضر بمصلحة الدولة، مش قد يضر، يضر يضر طبعا، يضر طبعا. برجع وأعيد وأكرر إن المسألة مش مسألة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن الإطلاق الاتهامات بالفساد على عينانها دون ضوابط. نعم، بشكرك دكتور. من كل الجهات الرقابية في مصر، من كل الجهات الرقابية في مصر، أنا معاك، على فكرة ومن الإعلام ومن الصحافة. أشكرك دكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة. معلش خلوني أدقق المعلومة الخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي، أن التقرير أشار إلى عدم توفر بيانات عن استمرار دكتور مدبولي في شغل وظيفة المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعد توصله بعد توليه منصب الوزير. معلش يا جماعة هنرجع تاني نكلم دكتور مصطفى مدبولي ونعرف منه دقة هذا الموضوع ايضا. انه طب هو سؤال معلش، بس يعني التقرير بيطرح سؤال، طب يا جماعة ما ترفعوا سماعة التليفون زي ما احنا بنعمل وتكلموا وزير الاسكان عادي، يعني ما وزير الاسكان بيرد اهو. بس ارجو شباب الاعداد لو سمحتوا نكلم الدكتور ونقول نساله في هذا الامر. طيب دكتور سامي عبد العزيز، وايضا هو كان احد اعضاء هذا التقرير، مساء الخير يا دكتور سامي. يعني ارجو البدايه غلط، انا لست عضو في هذا التقرير على الاطلاق. طب انا اسف، اتفضل. معلش ده أنا مشاهد عام، معلش. اتفضل يا فندم. استاذه لميس، انا خدت بالي ان انت كررتي ثلاث مرات في تقديمك بان انت شايفه ان التقرير يتسم بالعنف، مش كده؟ يتسم بالحد. انا كنت افضل الا يكون تقريرا مسيسا، يعني كنت افضل ان تكون مجموعه من المعلومات يقراها القارئ كما هي دون الفاظ. يعني اتفضل. بس انت قلت بذكاء برضه في نفس التوقيت، قلت ده بيعبر عن انزعاج اللجنه طبعا من خطوره ما قال. نعم، هبدا كلامي وهتديني فرصتي اقول لك بالترتيب، لان انا لست راجل قانوني يا استاذ لميس، انما انا يعني بدعي اني بشتغل في الاعلام. هقول لك انت تعلمي تماما العلاقه الارتباطيه
بين الإعلام والمزاج العام. نعم مظبوط. وتعلمي أن الإعلام وارتباطه بالمزاج العام ذو تأثير سلبا أو إيجابا إما على تعميق الثقة أو على هذا الثقة. ثم إما على أن يقرب المسافات أو يحدث فجوة بين الدولة وبين المواطن، خاصة أسلاميس أنت بتتكلمي في قضية بتتكلم مش قصة مال عام يا سيدتي، أنت بتتكلمي على أموال ومصالح وطن ومواطن. هل متفقين على ذلك؟ إذا ممكن يكون أحد الأسباب اللي خلت هذا البيان ياخد هذه السمة، أعتقد أن القضية أكبر من قضية شخص. أدي واحد. اثنين، شاءت الأقدار عشان أكد لي ده أستاذ أنيس، كنت في نفس اليوم اللي صدر فيه تصريح السيد المستشار واليوم التالي اللي صدر فيه رئيس قرار الجمهورية بتشكيل المبحث، كنت خارج مصر في مؤتمر، اسمع الجملة دي، عن تأثير السوشيال ميديا على العلاقة بين الدولة ومواطنين. وكان هذا التصريح عارفة خد كل الأضواء وكل الزخم في المؤتمر من كل الموجودين. لما جه تصريح سيادة الرئيس أو قرار سيادة الرئيس تشكيل لجنة تقصي الحقائق، اتعدلت الكفة لأن الناس بدأت تشعر بالآتي: جدية التعامل مع القضية، سرعة التعامل مع القضية. كويس. ثلاثة يا أستاذ أنيس، اسمحيلي أبدأ بآخر كلمة في البيان، كلمة المعرفة من حق الشعب. صدقيني أنا كنت أول من سيرفع القبعة لرئيس الجهاز حينما أراد أن يقنع الناس بشرط أن تكون المعرفة مدققة وأن تكون المعرفة مستندة إلى قواعد الحوكمة. نعم. وقواعد اللي بتستخدم في مثل هذه الطرفات. أيضا العدل المزاج العام يا أستاذ لميس، النهاردة الجدية واحترام الدستور لما الرئيس حول البيان إلى مجلس النواب. ثم بقى مش بس مجلس النواب يا أستاذ لميس، أنا كمان قريت في الأخبار أنه طالب اللجنة التنسيقية الدولية لمكافحة الفساد للتحقيق أيضا والمراجعة في هذا في هذا القرار. عظيم. تعالى نقول نقط مهمة جدا. أولا عايز أقول لك حاجة، التقرير ده على فكرة لم ينفي وجود فساد، لا على الإطلاق طبعا خالص، رغم تأكيده على أن في جهود بتبذل في مكافحة الفساد. إنما أخدها منين بقى الدلالة دي؟ من كلمة التضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد. معنى كده أن اللجنة لم تنفي على الإطلاق، إنما هي قالت أن التضخيم ثم الديفينيشن يا أستاذ رميز بتاع كلمة فساد. وعجبني حاجة كلمة الجمع ما بين العام والخاص وما بين الفساد والخلل الإداري، يعني في خلط في الإيه؟ في المفاهيم. طيب تبقى أقول لك نقطتين مهمين جدا. على فكرة قوة البيان ده خد قوته من هنا يا أستاذ لميس، عارفة من إيه؟ من كم الأرقام اللي محطوطة تحت عنوان على سبيل المثال. نعم. خدي بالك ده لابد، لأن بصي الحقائق والأرقام صحيح. أبلغ من كل الكلام، دي مسألة حاسمة وقاطعة. طيب أستاذ لميس الموقف يقول ذاتي بصراحة بقى، أنا أرى أن رئيس الجهاز أصبح مطالبا أن يخرج للرأي العام، ليس للدفاع عن نفسه يا سيدتي، لأن في النهاية المستشار هشام جنينة لا يمثل نفسه يا أستاذ لميس، ولكن يمثل طبعا يمثل الجهاز يعني بشكل جهاز. كبير. طيب لا وخدي بالك، وده جهاز لوزنه له مكانته، وانت تعلمي وانا عارف ان انت ليك عمق كبير في البعد الاقتصادي، انت عارفه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي طبعا دول بتعمل ده الاساس. صحيح. معنى كده يا سيدتي الفاضله ان اديت طعم بايدي، الطعم بايدي غير مدروس او غير مدقق بأمانة شديدة لاتخاذ قرارات قد تضر بمصالح وطن. صحيح. أنا بشكرك دكتور سامي، معلش عشان الوقت، بس بشكرك دكتور سامي عبد العزيز على هذه النقاط. مرة أخرى عاد إلينا الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وأكد لنا أنه استقال من كل مناصبه الدولية قبل أن يتولى منصب الوزارة وجميع الجهات الرقابية في الدولة تعرف ذلك. كنت اتمنى انه بدل ما التقرير يلقي بالتهم جزافا انه يرفع سماعه التليفون زي ما احنا عملنا. على فكره الموضوع ما خدش مننا 30 ثانيه، ارفع سماعه التليفون على دكتور مصطفى مدبولي، رجل شديد الشفافيه، قالوا يا دكتور لسه في مكتب؟ لا ما فيش مكتب، في كنت بتشتغل كذا كذا، لكن فكره ان التقرير يتساءل ده موضوع صعب شويه.
يعني الجهاز المركزي للمحاسبات لا يتساءل، الجهاز المركزي للمحاسبات له القدرة وله السلطة وله السطوة ان هو يقدر يسأل ويعرف ويحقق ويبرهن. محمد ماهر رئيس شركة برايم للاستثمارات المالية، ماهر، فكرة الفساد وتأثيره على البيزنس، دوينج بيزنس، أخباره إيه؟ وهل رقم 600 مليار ده عمل لنا دامج؟ بالتأكيد أستاذة لميس، هو الواحد يعني أنا هعلق من ناحيتين، من ناحية الإعلان عن مثل هذا التقرير بهذه الطريقة، طبعا هو ضار جدا بمناخ الاستثمار ويرسل رساله سلبيه لاي مستثمر، خاصه ان احنا في الوقت الحالي الحقيقه يعني بنوك الاستثمار بالذات من بعد المؤتمر الاقتصادي واحنا ما زلنا بنعمل على ترويج مشروعات عملاقه اقول بعشرات ومئات المليارات من الجنيهات مزمع يعني انها تتم في مصر خلال السنوات القليله القادمه. طبعا فاذاعه مثل هذه التقرير بهذه الصوره ضار جدا بهذا الامر. نعم. ثانيا اقول من الناحيه المهنيه بقى، انا بقول بعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات هو بالظبط زي براعي الحسابات في القطاع الخاص. من الناحيه المهنيه عمليه يعني ده اللي تم ده عمليه افضاح وليس افصاح. يعني هو يعني الحقيقه لما انا اكون رقيب ولقيت حاجه خطيره ما يصحش ان اعلنها على الملأ بصوره تقارير، ولكن اذا كان هناك وقائع ثابته ومحدده يجب ان اتجه الى الجهات الجنائيه للابلاغ عن هذه الامور ويتم التحقيق فيها بدقه ثم يعلن عنها اذا ثبت صحتها. فمن الناحيه المهنيه انا معترض على الافصاح بمثل هذه الصوره عن هذه الامور. طبعا لابد ان يكون هناك وقائع محدده تواجه فيها اتهامات ويتم التحقيق فيها من جهات التحقيق، واذا ثبت وجود فساد ومخالفه يتحول الى القضاء. طبعا هناك امور الحقيقه انا بقول ان هي يعني ما يصحش ان يقع فيها جهاز مركزي للمحاسبات زي موضوع مخالفات الاراضي او التعدي على الاراضي وان هو يذكر فيها ارقام وقيم كانه يعني حاجات قد تكون مثلا ارض بقيمه معينه من 10 سنوات واصبحت قيمتها مختلفه ويقيمها بسعر النهارده. دي كمان من الحاجات اللي حصلت ان هو بيقيم الارض بسعر النهارده. ما يصحش تعمل الحاجه دي يعني حقيقه علينا منها في الفتره اللي فاتت وتسببت في برضه هروب المستثمرين. يعني انا بقول يعني لابد ان يكون هناك دقه، دور الرقيب وخصوصا جهاز الرقابه المحاسبيه يجب ان يكون المعلومات اللي المناطه بيه تكون سريه، واذا ثبت هناك مخالفه جنائيه يبلغ بها الجهات القضائيه. ولكن ماهر انا لازم اسالك قبل ما نقفل هذه المداخله، البترول نزل، برنت نزل 30 دولار. تمام، هو نزل 6% امبارح والنهارده برضه نازل شويه. طبعا هو وصلنا 30 دولار يا ماهر رايحين فين؟ والله بصي هو بلومبرج بيتكلموا على توقعات ما يوصل لحوالي 25 دولار. دي كارثه. فطبعا ارقام مزعجه، لان يعني دلوقتي لما بنبص على الشارت بتاعت المنتجين بتوع البترول في انحاء العالم هنلاقي ان الارقام دي يمكن 50% من المنتجين تكلفتهم اعلى من السعر خلاص للبترول. مين هيستثمر؟ يعني انا بفكر هنا في مين اللي جاي يستثمر. بالظبط، هو كانت هي حرب، هي حرب الحقيقه طبعا، حرب اقتصاديه بين يعني اقول بين يعني امريكا بالذات لان عندها البترول الصخري، البترول الصخري طبعا، وما بين برضه مصالح اللي هي يعني سياسيا ضد روسيا. واعتقد ان في بعض الدول العربيه بتاخد او بعض دول الاوبك بتاخد يعني هم عندهم قدره، يعني السعوديه وقفت مثلا قللت انتاجها ب 2 مليون برميل بس من ال 12 مليون برميل يوميا اوتوماتيك هتلاقي السعر بيتغير. ولكن هناك اعتقد ان الموضوع ده فيه جزء سياسي كبير جدا بيأثر على اسعار البترول، ولكن لا اعتقد ان سيتحمل المنتجين هذا المستوى من الاسعار لفتره طويله. انا يعني التوقعات كلها بتقول ان بالكثير خلال الربع الثاني او الثالث من هذا العام هيحصل ريباوند او عوده لارتفاع الاسعار. كارثه. لان المنتجين لن يتحملوا لن يتحملوا هذا المستوى. بشكرك محمد ماهر رئيس شركه برايم للاستثمارات الماليه. لما بنتكلم معلش عن اسعار البترول ما حدش يقول لي طب ما ده كويس عشان احنا بنستورد، لا دي كارثه، لانه انا عندي مستثمرين لقطاع النفط. يعني انا عندي بي بي مثلا كانت وعدانا باستثمارات قيمتها 12 مليار دولار، طب اني دي اللي هتخش تستثمر في الغاز هتستثمر بكام؟ ما هو الناس دي يا جماعه بتستثمر وبتضخ استثمارات مبدئيه علشان يعني
يعني تحقق عائد بعد ذلك. فلما يكون الاستثمار اعلى من العائد ويكون الانيشال انفستمنت بتاعها اعلى من العائد، عندنا كارثه، عندنا يعني مصيبه في هذه القصه. ده اول حاجه، غير انه طبعا تاثير على موازنات دول الخليج ده صعب جدا. انا موازنتي هتتحسن كتير لانه هيأثر في عجز الموازنه، بس ده كمان يضع تحدي مهم جدا وفرصه عظيمه امام الحكومه انها تخفف الدعم وانها تبتدي في اجراءات اصلاح الدعم النفطي لما البترول نزل. لكن فكره ان انا واقفه كده مش قادره اتحرك لا قدام ولا ورا وشايفه الفرص كلها قدامي، ده محتاجه فكره، يعني محتاجه تفكير اخر. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه الاخبار ونشوف اخبار مجلس الشعبيه.